يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يقرأ ببني إسرائيل ويقرأ كذلك بالزمر، هل هذا الحديث صحيح؟ ويسأل عن هذه السورة، سورة بني إسرائيل. هذا الحديث في الترمذي بإسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. وسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، لأن الله تعالى ذكر فيها خبرهم وما قضى الله تعالى لهم في أول السورة وفي آخرها. هذا من السنن التي يفعلها الإنسان ويكون بذلك موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. شيخنا، مثل هذه السنة، هل هي من السنن التي يواظب عليها الإنسان أو يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا من القرآن قبل أن ينام، وحفظ عنه جملة من السورة التي كان يقرأها، كسورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وسورة الزمر، وكذلك سورة السجدة وتبارك والمسبحات. جاءت حديث عديدة بذكر ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم، ومجموع هذا يدل على أنه كان يقرأ شيئا من القرآن قبل نومه، وحفظ منه الصحابة شيئا مما يقرأه. وقد يكون كان صلى الله عليه وسلم يكرر بعض هذه السور حتى يعني نقل عنه بهذه الصيغة، أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر ونحو ذلك. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السنة في القراءة، وأما في تعيين ما يقرأ فما ورد عنه هو أولى ما يقرأ الإنسان قبل نومه، ولو قرأ غير ذلك الأمر في هذا واسع.